ثلاث سيدات ما يعرفون بعض ولا حتى عمرهم التقوا ببعض، لكن يجمعهم قاسم مشترك واحد، حب الشوبينج. واليوم راح يتنافسون للفوز، ووحدة فقط راح تتوج على عرش الأناقة. ثلاث تحديات، ثلاث حكام لاختيار الفائزة باللقب. غنى، أسيل ومروة يتنافسون الليلة للفوز بلقب الفتاة الأكثر أناقة، على الرغم من الاختلاف الكبير في أسلوبهم. رنا ما تدري إذا كانت تعيش للتسوق أو تتسوق لتعيش، لكن من المؤكد أنها مع الوقت صارت تستثمر في القطع الكلاسيكية. أسيل طالبة جامعية، أسلوبها البسيط يعبر عن شخصيتها الهادئة، لكن لا تخلون هالهدوء يخدعكم، فهي جاهزة للمنافسة وبقوة. أما مروة اللي كانت تحلم تصير قبطان طائرة، فمن الممكن أن تخلي المول بيتها من غير أي تردد. وايد تحب تشتري الأحذية وتعشق التسوق في دبي. مساء الخير. الليلة ثلاث مشتركات على الموضة قرروا خوض المنافسة، وهي عبارة عن ثلاث تحديات. لكل تحدي موضوع معين ينبغي على كل مشتركة الالتزام به عند الاختيار اللوك المناسب من محلات روبنسونز اللي موجودين في الليلة. أما كلمة الفصل فهي طبعا للجنة التحكيم المؤلفة من هنا المطروشي، وهي المدير الإبداعي ومؤسسة علامة هنا دبي. مايا التل، وهي أخصائية مظهر ومنسقة ملابس المشاهير. مينا الشيخلي، هي مصممة ديكور وإنفلونسر على مواقع التواصل الاجتماعي. خلونا نتعرف على المشتركات شخصياً من خلال أول مرور لهم أمام لجنة التحكيم. سبق وطلبنا منهم اعتماد طلة تعبر عنهم عشان الحكام تكون عندهم فكرة عن أسلوبهم الشخصي. يبقى أن نحين العرف مدى جهوزية البنات لتعليقات الحكام. اسمي مروة أحمد الهاشمي من الإمارات، من منطقة الشارقة، وعمري 19 سنة. شوبينج أحلى شيء عندي في الحياة. أنا لو تحطوني في المول والله أطلع بعد يمكن لين يسكر المول، من الصبح لين في الليل. يعني شوبينج مثلا الملابس، أنا إيش وايد أحب يعني أسوي شوبينج وألبس، لأن أحس هاي يعني يعبر عن شخصيتي أنا. مثلا أنا شو ألبس هاي يقول عني أنا. أنا أحب الجواتي أحسن يعني أكثر عن الشنط، لأن الجوتي يعني دوم يتخيس فلازم تشتري واحد ثاني. أما الشنطة عادي ما ينعدون الصراحة من كثر ما عندي شوز أكثر عن أي شيء في ماي كلوزت، بس يمكن على الحدود شيء وثلاثين أو شيء وعشرين ما أعرف. أنا وايد أحب جاكيتات، يعني مع كل لبس لازم يكون عندي جاكيت اكسترا، لانه ما اعرف اذا بيكون برد او شيء. بلس يعني جاكيتات يعني يعطيك منظر لللبس. مرتين في الاسبوع اروح المول او يمكن اكثر عن مرتين، لانه مرات من كثر ما انا احب يعني اشتري ملابس فاروح المول بس شيء اشوف لي كم من قطع، يعني يمكن ابغاهم اكسترا يكون عندي في الكبت، يعني شيء حتى لو عندي كل شيء. مدينتي المفضله اني انا اشتري فيها ملابس هي دبي أكيد، لأن فيها كم من محلات مو بس محل واحد، وكم من براندز أقدر أحصل يعني مو مثل باقي المدينات. هاللبس اللي أنا اخترته اليوم، هاللبس اللي أنا أقول عليه سيدة، طالع سيدة من اليونيفرسيتي للمكان اللي أنا أباه، لأن هالشيء يعني وايد مريح. دائما أنا أحب ألبس أشياء مريحة اللي مثلا أقدر أتحرك فيها، أقدر أخذ راحتي.
said, boy, tell me honestly. مايا، ستايل مروة شنو يقول عن شخصيتها؟ ستايل مروة is very comfortable. شيء كتير مريح يعني لكل يوم، بس في شوية أدج. حبيت كتير الخلط الأبيض والأسود. بحب كتير الليجينز، أنا من الناس اللي بيعشقوا الليجينز، بس لقيت لون الليجينز كتير غامق، مضعفك أكتر من ما لازم. هلأ بالاختيارات الجاية بالثيمز جربي لقي ألوان فاتحة لأني كتير ضعيفة. أول شيء هلا مروة بالمسابقة. اللبس حلو مريح، بسيط للشوبينج لطلعات، ولكن انت ما شاء الله طويلة وضعيفة وجسمك حلو، لو تلبسين شيء شوي بالأسود ضعفت أكثر. ومينا شنو رأيك بهذا اللوك، الكونفرس مع الليجينز؟ أحس يعني تحبين الستايل. It's my style. يعني أنا actually I would wear this. يعني إذا رح أروح مول أو شيء كلش حلو العمرها، لاقي العمرها إذا راحة كشوبينج. بس نفس تعليقكم إنه بس الليجينج لو تستخدمين ألوان ثانية أوكي، وتشوفيها بالاختيارات إن شاء الله يعني it will suit you more. أنا بالنسبة لي حبيت الستايل، يعني ذكرني بستايل السيلبرتيز لما يروحون الصبح يأخذون كوفي ويصورونهم باباراتسي. صح؟ yeah. نفس الستايل. أنا صراحة على الكلام اللي قالوه أحس الصح، لأن أنا مرات يوم ألبس بلاك بانتس يعني سروال أسود غامج، يوم أشوف المرايا أو يوم حد يصورني أشوف أنه صج صج يعني ريليك تبين صعلقتين شي ضعاف ما أعرف كيف شو اسمه. فأنا صح كلامهم صراحة. هي أنا صراحة الأسود وايد أحبه، فما أظن أني راح أروح عن الأسود عشان ما يبين، عشان يعني يبين أنا ضعيفة. أحس أنا ما يهمني، بس يمكن ما أخذ الأسود الغامج، يمكن يعني أخذ شيء يكون أفتح. اسمي رنا، عمري 38، من لبنان. عندي يمكن 100 pair of shoes، لأني أنا بحب كثير الشوزات، وعادة المرأة بتحب الشوزات أكثر. ما بعرف يمكن شغلة تخلق معها للمرأة. قطعتي المفضلة اللي لازم تكون بالخزانة هي فستان أسود، بقدر ألبسه على كل المناسبات، على غداء أو عشاء، فرح أو حزن. فبعتقد أنه لازم يكون بكل خزانة امرأة مرتبة فستان أسود. بنزل على السوق مرتين بالأسبوع تقريباً، مش ضروري كل مرة أعمل فيها شوبينج لإلي، بس بحب كثير أعمل ويندو شوبينج وأعرف شو هي الفاشن وشو هي الموضة. ومش بس لإلي ولبنتي، لأنه عندي بنتين تين ايجر وعندي أولاد بويز 9 و11. اليوم اخترت طلتي بما أنه لازم يكون ديسنت لوك وإليجنت بلس سبور شيك مع البلال اللي لبسته بإجري. وهلا الموضة الكارويات، فزدت عليه شوية اكسسوارز بس كرمال طلعوا مور اليجنت. طبعا رنا اختارت ستايل وايد يشبه شخصيتها، خلينا نشوف هنا شنو رايك في هذا اللوك. الالوان اللي استخدمتها حلوة، بالذات البيربل وايد ضابط على بشرتها، بس التعليق الوحيد ان لو البنطلون كان شوي اطول مبلذر، وبعدين لو معها هاي هيل يكون احلى. بس اول ان اول حلو. مينا، هل لوك يس اور نو؟ Definitely yes, I love this look. بس يعني أنا I would wear it more اللي مثلاً meeting like a coffee meeting أكثر من shopping، لأنه أنا شخصية أرتاح للليجينج وهاي الأشياء. بس I love the combination especially the blazer اللي لابستها، so it's really in trend with this purplish pink. I love it. Good choice. حلوين تيابك كتير، وحبيت كيف عملتي لون ستايلينج طريقة شيك كتير. حبيت البروش، حبيت الجاكيت، البنطلون كله، حتى الميول كتير حلوة. أنا بالنسبة لي وايد أنيقة، يعني الشعر، الميك اب، اختيار الألوان، يعني لما أشوفك في مجمع راح أقول هاي مو بس ستايلش، وايد وايد إليجنت، فوايد حلو اللوك. تعليقات لجنة الحكام كانت فير إناف وبعتبرها إيجابية. هلا انا بما انه جاي اعمل شوبينج لازم اكون
مرتاحة أنا عم بعمل الشوبينج، ففضلت إنه الأليجنت يعني الشوز تعولي ونايس وبري كومفي. اسمي أسيل محمد، عمري 21 سنة، بدرس بالجامعة الكندية اللي بدبي. يعني كثير بحب أعمل شوبينج و I enjoy it، ولما أكون I'm very stressed وهيك I always go shopping، شوي بترتاح نفسيتي أكثر. And then يعني I love it زي أي بنت تانية، كثير بحب الشوبينج. Shoes أو bags؟ Shoes. I like shoes. I'm very sporty. يعني أصلا كلبسي أنا كم my style I'm very casual very sporty، أكثر من ما أكون very too girly. Sometimes بيجي عبالي يعني I get girly stuff، بس يعني more casual يعني. So I like shoes more than bags. My friends say that she's a keeper but I let her go. I didn't know how much I need her. تقريبا عندي 30 pair of shoes بالخزانة، so يعني أكثر من الباجز. You can see how much I like shoes. اخترت الأوتفيت هاد لأنه كتير 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 very flexible، بقدر يعني with this outfit بقدر إنه أخليه casual look، بقدر أخليه more of an outing، more of a party look. يعني أول ما ألبس عليه كعب يعني بتحول بصير إنه more of a part، يعني أكتر إنه لطلعة مرتبة. وبلبس عليه جينز جاكيت أو a casual shoes بصير إنه more of a casual look. يعني بروح الجامعة في I can go out for lunch anything، يعني بلبق طلعتين يعني. I can't sleep at night 'cause she ain't by my side. مينا، شو كثر تحسي إن هذا الستايل يناسب شخصية أسيل؟ صراحة كنت حبيت الجاكيت الجينز، بس يعني ما حبيتهم مع بعض الجمب سوت والجاكيت الجينز. الجمب سوت لأنه شوية عريض والجاكيت الجينز فشوية مطلع إنه مطلع شوية مربرضة مثل ما نقول إحنا. بس it's a comfortable look يعني للمول، وأنا يعني ما أحبث الستريبس هواية لأنه دائما تسمن البنت، بس يعني it's good for shopping مو أكثر من هيك. هانا شنو رايك في هاللوك؟ بالعكس سوري انا ضدك، انا وايد حبيت الستريبس مع الجاكيت، اعطاها وايد كول لوك. ولو تعق الجاكيت نشوف كيف شكل ال، احس من غير exactly. الجاكيت احلى. It's much nicer without the jacket. كثير احلى. كنت اجري يعني. اعطاها لوك يعني شيك اكثر. انحف اكثر. مايا. انا حبيت اللوك، كمان كنت بفضل الجاكيت تنحط على الكتاف مش تنلبس لانه عطيك بل. بس مهضوم وبراكتيكال. انا بالنسبه لي لك وايد حلو بدون الجاكيت، احس يناسب وايد شخصيتك مع شعرك القصير، ف بدون الجاكيت اكيد. هو انا اصلا كان مفروض احطه على ماي شولدرز بس لبسته، ف يعني ما حسيت انه their comments كانوا نيجاتيف. انا اي اجريد وذ ذم، بس انا اللي ناسي الموضوع ولبسته. بس هي I agree إنه إذا لبست إشي واسع من فوق وكمان the jumpsuit شوي واسع بنصح شوي. سمعنا تعليقات أولية من الحكام حول طلات المشتركات الثلاثة، أما التحدي الفعلي راح يبدأ بعد لحظات. لابد أكيد أن نتذكر أن مشتركة واحدة فقط راح تفوز الليلة بالمرتبة الأولى. الجائزة الليلة هي عبارة عن فلاور بوكس من نيكولاي بيرغمان، قسيمة شرائية بقيمة 3000 درهم مقدمة من محلات روبنسونز، بالإضافة إلى هاتف هواوي نوفا 2 بلس نجم صور السيلفي. أما موضوع التحدي الأول فهو المشاركات مدعوات لشرب الشاي في برج العرب، لكن بما أنه برج العرب أكيد نتكلم عن هاي أفترنون تي. 30 دقيقة 15 قطعة إلى الفيتينغ روم فقط. طبعا لازم يدورون اوتفيت مناسب حق هاي افترنون تي في برج العرب، فخلنا نشوف شنو راح يختارون، خصوصا ان كل واحدة عندها ستايل مختلف تماما. حبيتي؟ بس حق هاي افترنون تي مع سكيرت مع بنطلون، شنو في بالك؟ انا احس مع بنطلون يكون هاي ويست شوي، حلو طويل وياها صح؟ حلو اجرب؟ اي جربي. اوكي هيك شوز كثير مريح عشان اعرف امشي. راح
صراحه شيء طلع وايد صعب، انا فكرته وايد سهل. I don't know. Oh my god, I don't know. I'm thinking a casual dress. Flowy, little bit flowy, not like this. أفكر أخذ شيء فلفت لأنه كثير دارج. أسيل أني لك لقيتي شيء؟ trying to في شيء معين في بالك؟ Yeah, I do. Yeah, a flowy dress. أحب نجرب الشنط. أنا أفكر في شيء صغير. هنستعجل عشان الوقت كتير ضيق. I'm gonna try black because I want black because like it's tea but it's in برج العرب. I don't know why I like these kind of shoes. بعد في هلا الاكسسوري. رنا يا رنا كل شيء اوكي؟ كله اوكي، عم بستعجل عشان بعد وقت بدنا نقياس ونظبط لاني ما لحقت نقي اوتفيت ثاني عشان اذا ما اوكي فاخترتي وان اوتفيت. ايه اخترت وان اوتفيت. ايه وهلا بدنا الاكسسوارز. حلو. انا الحين ادور على شيء بس سلسله وشيء دواري في النص. اوه اي نيد اكسسوارز از ويل. Okay, why don't you get me the green one, 38, and the black 38? I want to try them both. باقي لهم بس خمس دقايق. مليح ان شفت بعضهم ما دخلوا الفيتنج روم يجربون الثياب، فنروح نشوف شنو وضعهم. قبل الفاصل وقفوا المشتركات للمرة الأولى أمام الحكام اللي أجمعوا على حسن اختيار رنا، لكن وجهوا بعض الملاحظات لأسيل ومروة. أتمنى فعلاً أن يأخذون الملاحظات بعين الاعتبار عند اختيار لوك مناسب لهاي أفترنون تي في برج العرب. هاي أفترنون تي في برج العرب كان موضوع التحدي الأول، وسمح للمشتركات بإدخال 15 قطعة إلى غرفة تبديل الملابس واختيار لوك مناسب خلال 30 دقيقة فقط، وأنا حدي متشوقة أشوف خياراتهم. مينا شنو رايك في هذا اللوك حق هاي افترنون تي؟ صراحه اني مو كلش اشوفه مناسب للهاي افترنون تي، مع انه احتمال يناسب عمرك بس مو للمكان هذا، مع انه اني كلش حبيت الفست اللي لابسته، بس كنت اتمنى لو يعني بدل ما تلبسين قصه البنطلون هذه اللي اتس ا بيت سبورتي يو كان ويت وذ ا ريلي نايس سكيرت وبريك وذ ذا كلرز. ليش تحبون تلبسون الوان غامقه لعمركم؟ يعني اتس ديفرنت. يعني لو تنوره ويا البس بطريقه تحطين تي شيرت وياها نفس الهيلز يو كان وير ذا سيم هيلز ات ويل لوك يعني احلى اكثر، تكونين فاكه شعرك تو بي مور وذ لايك بيج ايرينجز تو بي مور يعني سوتبل فور يور ايج. وهنا شنو رايك في هذا اللوك؟ انا حبيت الشوز حلو. مثل ما قلت لك قبل الاسود لا تلبسين هذا اللبس لوحده اكثر سمينه امتن واكبر في العمر. انت صغيره وجسمك حلو وضعيفه، فلو تلبسين الوان فرحه اكثر بيكون احلى، بس اوفرول حلو يعني شكل الاوتفيت. مايا انا ما حبيت ابدا، ما حبيت اللوك ابدا، الشوز ما حبيته ابدا، ما خرجك ولا خرج عمرك.
القطعة الوحدة الحلوة اللي عرفت تنقيها هي الجيليه طويلة ومناسبة لطولك وحلوة عليك. يا ريتك نقيتي بانتالون جلد، يمكن حطيتي تي شيرت مع شوية بلينج بلينج مثل لبسة تنور، ايرينجز كبار، حتى الباج، يعني لو نقيتي شيء فانسي أكثر أكيد كان اللوك طلع توتالي ديفرنت وأحلى بكتير. بس هيك أكيد مش خارج افترنون تي. أنا حبيت البست مع البنطلون مع الهيلز، بس أحس لو بدل التي شيرت اخترتي قميص ممكن يكون حرير أكثر طايح أكثر، بيكون وايد وايد أحلى حق الهاي افترنون تي. صراحة أنا أحس كلامهم هو شوي صح، مع أن كلهم ما عيبهم اللي أنا لبسته، بس في نفس الوقت حسيت أنه صح. أنا لبسي وايد فورمال، بس لأن أنا ما كفاني وقت أني أدور وأشوف كم من قطع معنا، لأن أنا يعني أنا شوي بيكي، يعني مو بأي شيء يعيبني، فلازم لي مو بس ساعة، يبالي يمكن 3 ساعات عشان أجيب لكم perfect outfit. مايا شنو رأيك في لوك رنا حق هاي افترنون تي؟ كتير حلو اللوك، كتير حلو. حبيت الوان كولر من فوق لتحت، وحبيت الكرياتيفيتي كيف استعملت ديفرنت ماتيريالز باللوك ذاته. كنت بفضل انه القبة تكون اصغر شوي لانه اكلت لك شوي من طول رقبتك، بس اللوك موفق واكيد خارج الثيم. هلا شنو رايك التوب بنفسجي، البنطلون بنفسجي، شنو رايك بهذا الالوان المتناسقه وايد؟ انا معاها في ان اللبس حلو، بس المشكله البسيطه انه وايد حطت اكسسوارز، وايد حطت يعني مجوهرات. لو خففت شوي للافترنون تي، ولو كانت شنطه بدل كلاتش، بس هاي الملاحظتين الوحيدين. مينا شنو رايك بهذا اللوك؟ I love it، وكلش أحس إنه مناسب لعمرها، يعني تشوفون بالمسابقة أكو أعمار مختلفة، ف it's very chic and elegant. وكلش حبيت إنه استخدمت ليس، والبنفسجي يجي على لونين، ما يعني it's different. أنا بالنسبة لي هاللوك perfect، يعني 10/10، الشعر كل شيء look وايد حلو حق الثيم. الحكام اجمالا كانوا كثير رايهم ايجابي، بعتبره انه طلتي كانت حلوه مع الالوان مع تنسيق الفابريكس. كان في يعني غلطه عملتها، بس اللي ما ساعدني اني اول شيء الوقت، وما لقيت شيء دغري بالهين لبق للبنطلون. هلا شنو رايك بلوك اسيل حق هاي افترنون تي؟ ببدا بالشيء الايجابي في لبسها. اول شيء الشنطه حلوه، السمبلسيتي حلو لان افترنون تي، البنت صغيره فالمفروض تلبس الوان شوي افتح، اللون وايد دارك ومكبرنها. ثاني شيء اي فيل ان هاي الكومفورت زون مالتها دائما جمب سوت، لو تغيرت تلبس الوان افتح وستايلات ثانيه، بس اول ان اول حلو يعني لافترنون تي. ومينا شنو رايك في الجمب سوت حق هاي افترنون تي؟ طبعا هو حلو، سيف تشويس مثل ما واحد يقول، اختيار كلش امن، بس نفس ما قالت هنا أنا كلش أفضل يعني بعمرك تلبسين ألوان أكثر فرايحية. أتخيل عليك التنانير تطلع أحلى من جمب سوت، والألوان تختاريها يعني هسه حتى أنت مثلا مختارة بين اللون الأزرق الغامق والأخضر الغامق، كنت أتمنى لو تكسري بلون ثاني لأنه غوامق ويا بعض كلش تكبر بالعمر. وتختارين اكسسوارز يعني مثلا سوارة غير عن هذه، maybe you can mix and match with something else. ومايا انا حبيت الاوفر اول الجمب سوت اللي نقيتي، حلو ومناسب. هلا عم نشوف جمب سوتس كثير دارجين، عم نشوفهم حتى على الريد كاربت، بس انا اللي ما حبيته ابدا طريقه كيف عملتي ستايلينج لهال الجمب سوت، عملتيها بطريقه كثير غلط، لانه كل اللوك غامق. كنت بفضل تلاقي عقد كتير أكبر كبير، يعني كي بيسز لحتى يبين تظهري جماله لهالجمب سوت، حرام ما مبين. أنا بالنسبة لي الجمب سوت وايد حلو بروحه، بس كنت أتخيلك بفستان خصوصا مع شعرك، يعني شعرك وايد على الموضة، فكنت أتخيلك بفستان بعد بألوان فرايحية ممكن نقول أكثر. مش كتير يعني بتقبلها، يعني صح كلامهم. I don't
أنا كأسيل I'm not يعني I don't like colorful stuff. I feel like they don't يعني ما بيلبقوا لي كتير يعني. أكتر حدا تعليقه كان آسي يلي لابس too much black مايا. Yeah, تعليقها كان شوي آسي بس it's يعني عادي أخذته بروح رياضية. It's okay يعني. تم إنجاز المهمة الأولى وسمعت المشتركات آراء الحكام. لابد لهم الحين يأخذون كل النصايح والتعليقات بعين الاعتبار لأن للأسف واحدة منهم راح تغادر المنافسة بعد التحدي الثاني. بالحديث عن التحدي الثاني بما أن الموضة تعني الكثير للمشتركات الليلة وهم يتنافسون للفوز بلقب الفتاة الأكثر أناقة، موضوع التحدي الثاني راح يطلق العنان لمخيلتهم. هم مدعوات لحضور حفل توزيع جوائز خاصة بالموضة، فأكيد لازم يكون اختيار اللوك المناسب للريد كاربت. عندهم بس 25 دقيقة ولازم يدخلون معاهم 10 قطع للفيتنج روم. العد التنازلي بدأ الحين. طبعاً الحين لازم يدورون على شيء وايد جلامر. أتوقع إن الخيار راح يكون وايد سهل لأن في وايد فساتين في روبنسونز حق ريد كاربت وشيء جلامرز وكلهم ما شاء الله أجسامهم تناسب إنه الواحد يلبس فساتين حق ريد كاربت. أنا بدي شيء خارج ألبسه لليل. This is like for old people, not for me. في شيء مخمل، وين بلاقي المخمل؟ يعني شيء هيك طويل أو قصير مش فارقة. أنا دايماً أضيع أسيل، دايماً ما ألاقيها. وين أسيل؟ أسيل حصلت لين الحين 3 فساتين ان شاء الله يكونون حلوين. اول مره قالوا لي ان ستايلي شوي ويت، انا حسيت هذا حلو بس وايت سمبل. لا Did you see the girl Asil, the one with short hair? That's what I don't know. طب خلينا ننقي الشوز بليز، انا ما عندنا كثير وقت، بدنا نحاول قد ما فينا نكسب الوقت. بس أدور على أسيل. باقي ندور على أسيل. That's a good idea. وباقي لي الأكسسوارز بخلي بعدين. Can't be plain. She told me not to be plain. It's bright, صح؟ They want me to wear bright. ما أعرف وين أسيل. شفتي أسيل؟ No. ما بعرف إذا هيدا لابق. خليني وقع. لا هيدا كحلي مش أسود ولا أسود. طيب هيدا أسود، ماشي الحال، برافو عليك. الحين وين البنت اللي عندها فستاني وما أعرف وين؟ أسيل؟ أسيل؟ قبل الفاصل وللمرة الثانية على التوالي أجمع الحكام على حسن اختيار رنا وملائمة طلتها للتحدي. حبيت الوان كولر من فوق لتحت وحبيت الكرياتيفيتي كيف استعمل الديفرنت ماتيريالز باللوك زيته. وبالمقابل وجهوا ملاحظات لأسيل ومروة اللي تقبلوا كل الملاحظات بروح رياضية وقالوا إنهم راح يبذلون جهد وايد كبير خلال التحدي الثاني علشان ما يتم استبعادهم. فهل راح يختارون الطلة المناسبة للفاشن أوردز نايت أو لا؟ لما نتكلم عن ليلة خاصة بتوزيع جوائز الموضة يتبادر إلى ذهننا مباشرة الإطلالات المتكلفة والباهرة، على أمل طبعا أن تكون المشتركات الثلاثة بذلوا كامل مجهودهم، خاصة أن التحدي الثاني يعتبر مفصليا إذ تغادرنا أحد المشتركات في البرنامج.
كان عندهم بس 25 دقيقة لاختيار الطلة المناسبة للريد كاربت، وقدروا بس هنا نشوف مروة لابسة فستان أحمر وأقد لولو، إيش كثر كانت موفقة سواء كان من قصة الفستان أو حتى اللوك بشكل عام حق هذا التحدي. شخصياً حبيت اختيارها للون للفابريك بالذات الفلفت، أعطاها فوليوم شوي، اللون وايد مناسب لبشرتها، والكلتش طالع وايد حلو على الطاقم. بس الشيئين اللي ما حبيتهم النكلس والشوز. طبعا كلش حبيت القصه عليها، سبيشلي يعني الفستان هو اصلا صاير مثل باكلس من ورا، كلش فت على يعني جسمها ولاقي لها الطريقه على طولها وتقسيمتها. بس كنت اتمنى ما تكون لابسه العقد بهالطريقه، وانما اكو يعني عقد يكون للظهر، كلش يصير بطريقه حلوه وناعمه، وبنفس الوقت يعني مثل اكسسوري حلو يصير للباكلس اللي عندك. انا حبيت الفستان، بس انا بلاقي انه عملت فاشن فوبا كثير كبيره، لان دائما مع الفستان الاحمر الاكسسوريز لازم يكونوا مينيمال، يعني حتى ايفن وذاوت اكسسوريز كان طلع كثير احلى، او ايرينجز كثير صغار، لان ديجا الفستان الاحمر بيحكي لحاله، يعني ما بحاجة لحتى نزد له أشياء بتلمع وأشياء بتبرق. أحس الدرس بروحه حلو، ممكن ما كان يحتاج أكسسوريز ولا كلتش فيه وايد أشياء ولا حتى سباركلينج شوز، بس كلون وكقصة وفت عليك اختيار جدا موفق. هم عيبهم الفستان، بس الشيء اللي ما عيبهم هو النكلس. أنا ما اخترت النكلس، كنت صراحة شاكة في الموضوع، قلت حق اللي مال النكلس اللي ماسك الدرس، قلت له أنا أحس إنه تو ماتش، يعني وايد وايد علي على الفستان. قالت لي لا حلو حلو حلو، فأخذت على رأيها. يمكن يعني صدق أنا اللي أكون مستبعدة، لأن أول مرة ما عيبهم، ثاني مرة النكلس ما عيبهم، فإذا كنت أبى أتم كان لازم يعيبهم كل شيء فيني بيرفكت. خلينا نبدا معك مايا، شنو رايك بطله رنا؟ طله رنا كثير موفقه، حبيت كثير فستانك، قصته كثير مناسبه لجسمك. هالمره انتبهتي للقبه، ما كبرتيها كثير، طالعه رقبتي كثير حلوه. الاسود اكيد ما فينا نقول قد ايه حلو عليك، الاكسسوارز كثير حلوين. This is perfection for me. الباك، الشوز، انها دخلت احمر في الباك وايد كسر اللون الاسود. لون شعرها مناسب على الفستان الأسود، هتوقع أغلب الألوان مناسبة لبشرتها. راهم جسمها، يمكن إنه واحد حبيت التكستشر مع القماش، يعني it's a mix between lace و dots و crystals together. It's suitable for her age, especially الكلاتشي شي منطية يعني قفزة بالأوتفيت which I like so much. كش حبيت؟ أنا بالنسبة لي الأوتفيت بيرفكت، يعني 10 على 10 أناقة. هلأ ما عندي كتير خوف إني يستبعدوني، لأنه كانت كتير البوزيتيف كومنتس. إن شاء الله، وإذا استبعدوني هي بالنهاية لعبة، جينا انبسطنا وقضينا وقت حلو وتعرفنا على ناس جديدة. مينا شكله يعني تعابير وجهك تقول حبيتي هذا اللوك كلش يعني، واخيرا اختارت لون يناسب عمرها، كلش حبيت القصه عليها، اللون يوالي حتى لون بشرتها، وكلش حبيت انه هي كسرت بالكريستلز، سواء كان الحذاء او الكلتش، وهي الاكسسوارز كلش ناعم وكلش كلش كلش مناسب لعمرها. اللون بيرفكت، الكلتش مع الشوز بيرفكت، حلو موفقة. مايا كمل. أنا حبيت كثير الفستان، كثير لبق لك، قصته كثير حلوة عليك، حتى الماتيريال حلو. أنا كان عندي تعليق واحد بس، كنت بفضل العقد والحلق
انا ما بحب العقد مع الوان شولدر، فضل لو لبستي اسواره كبيره هيك قويه تبين اكثر او حلقه كبير يمكن كان طلع اجمل. بس موفقه. انا حبيت اللوك، يعني طالعه اميره، مناسب حق عمرك حق شعرك، اتس بيرفكت. سمعت لهم شو حكوا و I took into consideration يعني ال point اللي هم حكوا لي عنها، إنه أغير اللون، أبعد عن الغوامة and أشياء زي هيك. ف that's what I did والحمد لله عجبهم كل إشي، ما لقوا ولا إشي سلبي هالمرة. إذا استبعدوني يعني قال تيكت بروح راضية، يعني مش رح أزعل. مينا وهنا ومايا شفنا المشاركات بكذا لوك في كذا تحدي، لكن مثل ما تعرفون ان في وحده لازم تطلع. مينا وايد حزينه، احس ما راح تختار، ما راح تساعدك في الاختيار. ما احب ما اقدر. بعد أخذ ورد بين أعضاء لجنة التحكيم، للأسف انتهى مشوار واحدة من المشتركات، رنا ولا مروة ولا أسيل. طبعاً قبل ما أعلن النتيجة أنتوا لاحظتوا أن كلكم لابسين نفس الشوز، فأنا أقدر أقول لكم بعد أن الاختيار ما كان سهل، لكن للأسف هذه شروط البرنامج، واحدة منكم راح تغادرنا اليوم. بين رنا ولا مروة ولا أسيل؟ لجنة التحكيم شافت أن مروة لازم تغادر التحدي. شكراً لك مروة. طبعاً الحين كل الأنظار موجهة نحو التحدي الثالث والأخير. أنا قلت أول شيء أنا متوقعة أنه يستبعدوني، بس يوم صدق الشيء استوى وهو شوي إحساس غير شوي، يعني أوه صدق استبعدوني، فأنا شوي تي زعل الشيء، بس في نفس الوقت انه عادي انه استانست في هالشيء. يجب على كل من المشتركتين اللي بقوا معنا اختيار لوك اخير خلال 20 دقيقة، بس يقدرون يدخلون معاهم 5 قطع الى غرفة تبديل ملابس. اما موضوع التحدي فهو طلة مناسبة لحضور حفل عيد ميلاد ابنة صديقتهم المقربة. Good luck. طبعا الحين راح استغل الفرصة ان اذكركم بان الجائزة الليلة هي عبارة عن فلاور بوكس من نيكولاي بيرغمان، قسيمة شرائية بقيمة 3000 درهم مقدمة من محلات روبنسونز، بالإضافة إلى هاتف هواوي نوفا 2 بلس. طبعا المشتركات ما عندهم وايد وقت، هم في كل تحدي كانوا شبه رايقين، ما شفتهم وايد ستريس ويركضون، ولكن أتوقع هذا التحدي راح يكون شوي ستريسفل لأنه ما عندهم وايد وقت. We can have only 5 pieces. We have 20 minutes and we can try 5 outfits. Cute. It's cute, right? Small. Yeah, this is nice. This is nice. You have sweatpants. It's okay. I can do it myself with this. I can do it myself. كثير تعبت. فبدي شي وشي اخلص. Okay. I think so. لا اخترتي outfit one. Okay. Now. تبي تختارين اكثر؟ Another one. To make sure. تمام. تعبانين بس ماشي الحال. اوكي ما شاء الله. ايه ماشي الحال. اختارت وايد اوتفيت. بعد ما ننقي الشوز. اوكي. I need the bag. I just need the bag. It's very important للاوتفيت كله. I still have one thing. The backpack.
رنا بسرعة تقدر تاخذ أوتفيت، تشوف يعني تعرف شنو يناسب جسمها، تعرف شنو الشيء اللي يناسب كل تحدي. ففي هالوقت مقارنة بالمشتركتين، واحدة عندها بس بدلة واحدة ورنا عندها وايد أشياء. I want like this style. قبل الفاصل انتهى مشوار مروة في ستايل مي بعد ما اجمع الحكام على انها ما نجحت في اختيار طلات موفقة. انا بلاقي انه عملت فاشن فوبا كتير كبيرة، لان دايما مع الفستان الاحمر الاكسسوريز لازم يكونوا مينيمال، يعني حتى even without accessories كان طلع كتير احلى. طبعا مروة تقبلت الاستبعاد برحابة صدر واكدت انها وايد تعلمت من هذه التجربة. تعلمت هي وايد اشياء نصايح منهم عن اني اختار الوان، لاني انا يعني على سني ما اختار الاسود، ما اختار شيء باقي علي. اما رنا واسيل فهم امام التحدي الاخير اللي راح يفصل بينهم. اما موضوع التحدي فهو حضور بيرثدي بارتي لابنة صديقة مقربة. لا شك أن حضور حفل ميلاد هو مناسبة للفرح واللعب، وبالتالي الملابس المريحة وايد أساسية. من قال أن الملابس المريحة لازم تكون مملة؟ هذا اللي راح يثبتون لنا إياه المشتركتان في التحدي الثالث والأخير. أتمنى فعلاً أن 20 دقيقة لعيد الميلاد، خلينا نشوف راي مينا بهاللوك. صراحة يعني I'm not a very big fan، يعني أنا ما أحب عادة هذا الستايل، لأن حسيت التنورة كنت أتمنى لو شوية أقصر تكون عند الركبة، لأنه يعني ما مطية تقسيمة حلوة للجسم. أنا حبيت الجاكيت الكومبينيشن، الجاكيت مع التيشيرت والسنيكرز، بس التنورة أحسها شوي old fashion، and واستخدمت الدارك بلو مع الدارك بلو نفس اللون، لو غيرت شوي بالالوان. فمايا انت وايد تهتمي للبودي شيب، انه مهم الاوتفيت يكون مناسب لشكل جسم المشتركه، فشنو رايك بهذا اللوك؟ انا حبيت كثير اللوك، اتس فيري ترندي اللي بقلها كثير، حبيت الشيدز اوف بلو اللي لعبت عليهم، وحبيت الكومبينيشن بين ذا بلو اند ذا برغندي. انا بالنسبه لي اللوك بعد حلو، يمكن لو التيشيرت كان شوي اقصر او كان تكت ان بيكون شوي ارتب، بس حلو، اتس كاتشي انترستينج وايد ستايلش. هالمرة انقسمت اراء لجنه الحكام ومايا دعمتني مثل العاده. بالنسبة للسكيرت أنا اخترتها مريحة وإنه ترند هلأ البلسي، ف that's it، يعني إنه it's not about بس إنه لبقيت لي ولا لا، يمكن نصحيتني شوي، بس مرات الموضة تفولو الموضة، مرات بدك تعملي ميستيك. طبعا هذا التحدي الثالث والأخير، وكان لازم على رنا وأسيل إنه يختارون أوتفيت مناسب لعيد ميلاد بنت صديقتهم المفضلة. راح نشوف إذا توفقوا في هذا الاختيار ولا لا. نشوف هذا اللوك، راح أبدأ مع مايا. هل تحسين أن توفقت أسيل في هذا اللوك أم لا؟ أسيل نقت ألوان كتير حلوة وخرج عمرها، الجينز اللي بقلها، هلا البومبر جاكيت هي عادة بتعطي فوليوم كتير، كنت بفضل تكون مفتوحة مش مسكرة لحتى تضعف، بس بالإجمال الاوتفيت حلو. هانا شنو رايك باللوك؟ انا حبيت اللوك بالذات الفلاتس وذ جينز واللون جدا رائع مناسب لسنها، بس نفس التعليق حبيت لو الجاكيت مفتوح. الجينز اللون مات مرات يكون غامق فاتح، فاني عجبني شلون رحمتها ويا الجاكيت مالتها، ونفس تعليقهم اتمنى لو كان مفتوح اكثر ينطي اريحيه اكثر، بس اوفر اول يعني كانت لوك موفقه. أنا حبيت الجاكيت، صح يعطي فوليوم بس لأن الجينز وايد سكيني فحسيت إنه صار في بالانس. الشوز طبعاً روعة، يمكن الشنطة لو اخترتي شنطة ثانية بتكون وايد أحلى، بس اللوك حلو عليك.
ردة فعلهم إيجابية، ما كانت كتير سلبية، يعني good، يعني I feel good، إن شاء الله خير. والحين جولة على الطلات الثلاثة الخاصة بكل مشتركة قبل اختيار الفائزة. حانت اللحظة المنتظرة، بعد ثلاث تحديات لابد من إعلان اسم الفائزة معانا اليوم في هذه الحلقة. طبعاً الاختيار أبداً ما كان سهل. أولاً رنا عندك ستايل وشفنا اختيارات رائعة جداً في كل التحديات. أسيل شفنا تطور بشكل كبير مو بس في التحدي ولكن أيضاً في اختيار الأوتفت المناسب للتحدي المناسب. فالاختيار أبداً ما كان سهل، ولكن هذا البرنامج وفي قوانين، ولجنة التحكيم قررت إن هي تختار بين رنا وأسيل. رنا ألف مبروك. ألف مبروك رنا، طبعاً جائزتك هي عبارة عن فلاور بوكس من نيكولاي بيرغمان وقسيمة شرائية مقدمة من محلات روبنسونز، بالإضافة إلى هاتف هواوي نوفا 2 بلس نجم صور السيلفي. مع السلامة. مبسوطة وضحكتي عريضة كرمال إنه ربحت وقدرت أكسب المنافسة. هلا أنا ستايلش على الموضة بس زادت فاليو لل إنه يكون أكثر ستايلش. حبيت صراحة التجربة كثير، هي أول مرة بطلع على التي في، ما بعرف كيف حيكون وجهي على التي في أو شو حيكون شو عم بيصير، بس إنه something good new positive nice ambiance. Thank you لكم جميعا على كل شيء.